قصة جميلة من قصص البر والإحسان. هذا واحد شايب كان في المستشفى، يجيه واحد شباب يغسله ويأكله ويمشيه في الحديقة في المستشفى، ثم يقعد عنده حدود ساعة ويطلع كل يوم. الممرضة تقول للشايب: الله يهنيك يا عم بهالولد البار. قال لها: من قالك إنه ولدي؟ قالت: نعم. قال: هذا مو بولدي. قالت: من هو؟ قال: هذا يتيم كان عندنا في الحارة وكبر، وأنا وزوجتي العجوز الكبيرة في الحي يعني ساءت حالتنا الصحية، فصار يجينا في بيتنا كل يوم يقوم بنا ويخدمنا ويحسن لنا ويمشي. في يوم ساءت حالتي الآن ودخلت المستشفى، أخذ العجوز عنده في البيت قايم بها الآن، وأنا يجيني في المستشفى يسوي بي كذا. قالت: يا عم عجيب، يعني ليش؟ قالت: يا ابني، قال: يا بنيتي، يوم اليتيم هذا يموت أبوه، شفته يصيح عند باب المسجد، فمسكته وجلست أسولف معه وسليه وطيب خاطر بكم كلمة، ثم أخذته للبقالة وشريت له حلاوة. عقبها يقول: بين علاقة، والله نسيت الموقف، كبر اليتيم وما نسى هالموقف. كنت أقول له: يا وليدي تجيني في المستشفى وتتعب، وشو لا تتعب؟ يقول: يا عم والله طعم الحلاوة اللي أعطتني هذاك اليوم، يومك تسلي خاطري وتوقف معي، ما أنساها طول حياتي. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرعه.